مشاهدينا الكرام متابعي قناه التالي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر على قناه الستة البيضاء. اليوم معي واحد السيده 13 سنه من زوجها تعرضت للعنف الزوجي، غتعاود لينا المعاناه ديالها والقصه ديالها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفتي القصه ديالك من الاول؟ الميكرو كنتي واحد شويه خرجي انا اختي في الاول تزوجنا كنا بخير وعلى خير. المشكل الوحيد اللي كان عندي هو سكنني مع العائله ديالو، كان كيقول لي صبري غادي يكون خير، دابا ان شاء الله يسهل ونسكنك بوحدك، وهذا كان معايا هو مزيان. كان المشكل الوحيد هو مع عائلته، شويه بقى هكاك معايا مزيان. تولدت الوليدات ديالي، ولد ديالي الاولاني عنده 8 سنين دابا، والثاني عنده 6 سنين. من ولدت الوليدات ديالي تبدل عليا، تسيف عليا، ولا ما بقاش كيبغي يصرف عليا، ما بقاش كيصرف ليا على ولادي، وكيعنفني جميع انواع العنف، كيضربني كيسبني داك العنف اللفظي دائما، الا ما ضربنيش كيعنفني، كيتهمني في شرفي، ما كيخلي ما كيقول ليا قدام العائله ديالو هادشي كيوقع، يقطع عليا حوايجي. هذا الا تكلمت معاه عادي على قبل المصروف، ولا تكلمت معاه على شي حاجه، كان كيسهر في الليل ما كيدخل حتى لشي وقت، حتى 4 الصباح 3 الصباح كيدخل. انا شاكه فيه حتى من الخيانه، كاينه كيخونني وهجرني في الفراش مده 8 سنين، وهجرني انا عايشه معاه في الدار كاني خدامه عنده، كنطيب ليه كنصب ليه نجمع ليه، وحتى في دارهم جامعه ليهم روينتهم وخدامه على عائلته. خوتو باقا لحد الان تا هما تندير عليهم شقى عليهم وكل شيء، وما تيصرفش عليا. وحاولت نطلق منه 3 المرات، رفعت عليه الدعوه ديال العنف تنازلت عليها، عاوتاني رفعت عليه ديال الطلاق ثاني تنازلت عليها. علايا؟ شنو مشكلتي الاساسيه؟ هي ما عنديش فين نهز ولادي، ما عنديش فين نصد، ما عنديش الامكانيات باش نكري، وما خداماش، اني ما عنديش شي دبلوم، ما عنديش شي حاجه اللي مستوى اللي باش غادي نخدم شي خدمه مزيانه. الخدامي ديال هكا الميناج ولا شي حاجه في الديور ولا ما كنقدش، على اني مرضت في صحتي، شحال ديال العمليات درت في صحتي بسبب الفقايس اللي انا عايشه فيها يوميا المعاناه، ومرضت في نفسيتي، يعني مابقاش عندي الطاقه حتى باش نخدم على وليداتي، باش نخرج نهزهم بوحديتي ما قاداش، امكانيات باش نكري ما عنديش. والعائله ديالي على قد الحال، ومع ذلك كيشرطوا عليا كيقولوا لي بغيتي تطلقي خلي ليه ولادو، واجي انتيا مرحبا. وانا ما يمكنش لي، انا صبرت 13 عام على قبل ولادي، ما نقدرش واحد النهار نسمح فيهم. اني كون كنت بعدا كنا عارفه بلي هو هز مسؤوليتهم وكيحن فيهم، نقدر نقول نخليهم، كون كان بعدا خايب معايا غير انا ماشي مشكل، ما يهمنيش. ويني هو كيعنفني وكيعنف حتى ولادو، حتى ولادو عمرهم ما حن فيهم، عمرهم ما عرف مسؤوليتهم في المدرسه، عمرهم ما عرف حتى اين المدرسه كنقيدهم فيها. انا بوحديتي اللي كنكافح وكنجري وكيوقفوا معايا المحسنين باش كنقيد ولادي، باش كناخذ ديال المسائل ديالهم ديال المدرسه، عمرهم ما عرف هادشي. ومني كندوي معاه كنتسمى انا خايبه، ديما كنعيط لي على البوليس يجيو وداونا وكيديروا معنا المحضر وما تيحشمش. لحد الان انا دابا عندي مع دعوه في المحكمه، وباقي ما درت معاه حتى شي حاجه على قبل باش زعما نتابعو باش يتشد في الحبس. وين انا كاع اللي تشد في الحبس ما عندي ما نستافد، ما عندي ما نربح، غادي يخرج من الحبس غيعاملني كثر، غيلقاني مادام باقا في دارو يعني غيعنفني كثر، غيعنفني كثر من هكا، يعني غنعيش معاه معاناه كثيره. فين ما كنت نازل لي على دعوه كيعنفني كثر وكثر، عمرو ما بغى يتبدل، دخلوا العائله تاعيات، دخلوا الناس تاعيات، والو ما بغاش يتبدل، لان كيتعاطى المخدرات يدخن داكشي المخدرات، يعني ما كيكونش الوعي ديالو، يكون مقطوع كيجيب شي كيهددني بالقتيله يوميا، كيهددني بالقتيله. اخر مره شويه حاول كان غيقتلني، خنقني كان غادي يقتلني. وهذا ما كاين، وليداتي مرضوا نفسانيا، ولات فيهم الخلعه، ركبت فيهم الخلعه، ما بقاوش كيقدروا ينعسوا، ما بقاش كيقدروا يكونوا بوحديتهم في شي بلاصه مظلمه، ديما لاصقين فيه، ما كيقدروش يتفرقوا مني. ولا ركب فينا الخوف، ركب فينا الخوف، دائما كيهرس علينا البيبان، لا حاولنا نسدوا علينا شي باب يهرسوا علينا. الرسالة اللي كان بغي نوجهها هو كنطلب من المسؤولين يشوفوا من جهة في حال النساء، في حالنا حنايا اللي متعنفات ومعدناش الصمت، عايشين في الصمت على قبلاش، ما عندهمش فين يدوا ولادهم، ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش الساكن، ما عندناش اللي كيحضننا، اللي يحس بينا ما كاينش. كنحاول منهم يساعدونا ويشوفوا من جهتنا، هذا اللي كنتمنى من مدونة الأسرة، كنتمنى منهم. شكرا لكم.